صداها أرودنا. رحب بضيفي العزيزين عطوفة الدكتور سامي الصلايطة أمين عام وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بك دكتور سامي. صباح الخير إلى كل جميع المستمعين أستاذي. وأرحب أيضا بعطوفة الدكتور عاهد الوهادنة أمين عام وزارة التعليم العالي. صباح الخير دكتور عاهد. صباح الخير أستاذي ياسر. الله يعطيكم ألف عافية يا دكتور سامي. واسمح لي دكتور عاهد أنا أبدأ مع الدكتور سامي. تفضل. بتصوري غرف المصادر وخطط الدمج اللي تحدثت عنها أخت عزيزة بداية الحلقة هي خطة موضوعة على سلم أولويات وزارة التربية والتعليم. يتساءل الإنسان كيف ست زي اللي كانت ظاهرة بالتقرير خريجة تربية خاصة من 2003 ماذا تنتظر بعد 16 عام حتى هذه الإنسانة تستفيد من الشهادة اللي تخصصت فيها أكاديميا تستطيع أن تعطي أفضل من أي موظف آخر يحمل تخصص آخر. وسمعنا الأهوال وحضرتك اللي راح تأكد أو تنفي بأنه ممكن يكون خريج عربي له الأولوية لأنه احتياجات وزارة التربية والتعليم هيك على حساب خريج تربية خاصة بصفوف نسميها إحنا صفوف المصادر. تفضل يا سيدي. صباح الخير أستاذي مرة أخرى. صباح الخير دكتور عاهد. سيدي العزيز خليني بس أوضح نقطتين. أنا فيما يتعلق بخريجي التربية الخاصة إحنا عندنا في وزارة التربية والتعليم خريجي التربية الخاصة يتم استيعابهم في غرف الصعوبات وغرف الموهوبين. غرف صعوبات التعلم بالعام 2012 خليني أنا بهذا التاريخ بالتحديد إذا الجهة المعنية بهذا الأمر وبغرف الصعوبات كانت قد عدلت بطاقة الوصف الوظيفي بحيث أن المعلم في غرفة صعوبات التعلم كون الطالب يعاني من صعوبات بالقراءة والحساب ارتأت في ذلك الوقت أن يكون المعلم الذي يعمل في غرف الصعوبات هم معلمو اللغة العربية والرياضيات ومن من يحملون أيضا مؤهل علمي الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى أو الماجستير في التربية الخاصة هم الأشخاص أو المؤهلين للعمل في غرف صعوبات التعلم. هذا الأمر أدى إلى وقف تعيينات بكالوريوس التربية الخاصة لعدد من السنوات. تسمح لي بمداخلة دكتور، احنا بنقول بأنه ما حضرتك تفضلت فيه يعطي أولوية لخريج العربي والرياضيات على حامل بكالوريوس تربية خاصة. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. طب ما الحكمة يا دكتور؟ يعني خليني بس أكمل أستاذي أكمل أستاذي العزيز. تفضل. هلا في عام 2018 عندما كان معالي دولة الدكتور عمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم طرح هذا الأمر مرة أخرى وبشكل كبير ومن خلال زملائنا وأخواننا في مجلس النواب وبحضور خريجي التربية الخاصة وتم الاتفاق على أن يكون خريجي التربية الخاصة مؤهلون للعمل في غرف الصعوبات للمرحلة الأساسية من الأول للرابع وما زاد عن ذلك ما من الصفوف الخامس أن يكون مؤهلا باللغة العربية أو الرياضيات ويحمل المؤهل الماجستير أو الدبلوم في التربية الخاصة. وبناء على هذا الأمر تم تعديل بطاقة الوصف الوظيفي وتم تعيين أول دفعة 90 معلم ومعلمة من حملة التربية الخاصة في غرف صعوبات التعلم. وفي العام الدراسي الحالي 18-19 أيضا تم تعيين حوالي 88-90 معلم ومعلمة من حملة بكالوريوس التربية الخاصة. والعام الدراسي القادم الآن في مرحلة إعداد خطة التشكيلات المدرسية سيتم تعيين حملة بكالوريوس التربية الخاصة في غرف الصعوبات التي يتم استحداثها للعام الدراسي 2019-2020 فور إقرار جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2019. الصعوبات يا سيدي مقارنة بأعداد الخريجين والخطة اللي ماشي عليها وزارة التربية والتعليم نعم. كم غرفة صعوبات أو اللي بنسميها إحنا الخاصة
بهذه نعم. الحالات موجود عندنا احنا الان في مدارسنا بوزارة التربية والتعليم؟ سيدي عندنا اكثر من 1000 غرفة صعوبات موجودة في مدارسنا، وكما تعلم هناك شروط محددة لاستحداث غرف صعوبات التعلم في المدارس الأساسية مرتبطة بإعداد الطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم. احنا بنسميها غرف مصادر عطوفة الدكتور. هي غرف الصعوبات. طيب نعم. الصعوبات الألف غرفة هذه يا سيدي، حضرتك ذكرت لي انت ب 2017-18-18-19 احنا عندنا 90-90-180 عميد شؤون الطلبة بالجامعة الهاشمية من 2006-2018 100 خريج، وشعبة القبول في الجامعة الأردنية من آخر 5 سنوات 605 خريجين، وجامعة الحسين من 2007-2018 563، المجموع بنحكي على 1200. احنا الآن من 1000 غرفة مصادر أو الغرف التربية الخاصة، كم من حملة بكالوريوس التربية الخاصة موجودين فيها؟ سيدي هو الغالبية العاملين في غرف الصعوبات هم من حملة التربية الخاصة سيما، وأنه كان يتم التعيين قبل 2012 من حملة بكالوريوس التربية الخاصة. هي الفترة فقط من 2012 لغاية 2017، هذه الفترة التي تم توقف عن تعيين بكالوريوس التربية الخاصة، لكن الأمر الآن عاد. إحنا تقريبا حاجتنا من 80-100 شاغر سنويا، وهذا يتم طلبه من ديوان الخدمة المدنية بعد اجتيازهم للاختبار التنافسي وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. طيب هل تعتقد بأن دور وزارة التعليم العالي لابد أن يكون في تدخل لي، خلينا نقول بديش أقول وقف مثل هذا التخصص أو تخصصات أخرى ممكن تؤدي لإغراق وثقل على كاهل وزارة التربية والتعليم، بس يكون عملية ضبط نوعا ما، ولا تعتقد بأنه وزارة التعليم العالي تؤدي دورها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم حسب المعطيات وحسب الإحصاءات يعني بطريقة سليمة؟ أستاذي العزيز، أنا لن أدخل باختصاص أو مهام وزارة التعليم العالي في هذا الجانب، كونهم هم الأقدر على تقدير احتياجات السوق بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، سيما وأن هذا التخصص لا يعمل فقط بوزارة التربية والتعليم، هناك أيضا مراكز متخصصة تستوعب مثل هذا العدد. التخصصات الراكدة كما تعلم بديوان الخدمة المدنية هناك أعداد بالألاف موجودة بكافة التخصصات. صاحب الولاية بإغلاق أي تخصص أو تقليل تحديد القبول بالجامعات هو من اختصاص وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد. أنا ما 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 أكيد لا بطلب ولا قصد إنه أنت حضرتك يعني تدخل بتخصص، ولكن القرارات اللي تحكم فيها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية مع الجامعات هل تؤثر على شريحة اختيار الخريجين بوزارة التربية والتعليم ولا لا؟ سؤالي أو لا؟ أكيد سيدي، أكيد أكيد. طيب دكتور سامي صلايط، آخر سؤال بعد أمرك، إحنا الآن 10,000 مرصودين عنا على الجريد هذا من ديوان الخدمة المدنية. دكتور سامي، عطوفة الدكتور سامي صلايطة، صباح الخير. الله يسعد صباحك مرة ثانية. السؤال، الخطة اللي حضرتك ذكرتها وكان آخر قراراتها إبان تولي دولة الدكتور عمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم، وقلت بأنه إحنا من السنة الخامسة فما فوق قاعدين بنحكي بدبلوم فوق البكالوريوس. طيب نعم. البعض بيجي بيقول لك والله انه وزارة التربية والتعليم حتى تواجه هذا الكم الكبير من الخريجين واللي من المفروض انهم ينضموا لا فيالق المدرسين الموجودين بالمدارس، قمنا بهذه الخطوة حتى نوازن ما بين خريجين الرياضيات على سبيل المثال والتربية الخاصة. بس اسمح لي اكمل فكرتي اذا سمحت، اسمح لي اكمل فكرتي. فكان من الاولى ان وزارة التربية والتعليم تيجي تقول والله يا عمي فيما يخص غرف المصادر وحاجتنا لها ناخذ من نبع التربية الخاصة حتى نستنفذه وبعد ذلك نعطي أولوية للرياضيات. تفضل يا سيدي. سيدي لأوضح نقطة أخرى، هنا فيما يتعلق بهذه الفئة وغرف الصعوبات هي للأطفال الذين يعانون من صعوبات في مهارات الحساب واللغة العربية،
معلمي التربية الخاصة أو تخصص التربية الخاصة لهم القدرة على التعامل مع الطلبة بالفئة العمرية من الصف الأول الأساسي ولغاية الرابع، لكن بعد الصف الخامس فما فوق هناك حاجة إلى معلم متخصص باللغات العربية والرياضيات، لكن هذا المعلم لابد أن يكون أيضا قادر على التعامل مع هذه الفئة من الطلاب، وأن يكون حاصل على مؤهل بالتربية الخاصة الدبلوم بعد البكالوريوس أو الماجستير بالتربية الخاصة، حتى يكون قادر على تزويد الطلبة بهذه المهارات التي يحتاجونها. وبناء عليه نعم، لم أكن أتوقع إجابة أقل منطقية ويعني حقيقة نعم فيها من اليسر بأقل من هذه الإجابة، ولكن نعم يا سيدي هي آخر فئة من هذه الفئات معلم التربية الخاصة له دور ومعلم الرياضيات. منطق سليم 100% وإجابة مقنعة، منطق سليم 100% وإجابة مقنعة، كما متعودين منك دائما عطوفة الدكتور. آخر سؤال، هل من المتوقع أن تزيد هذه الشريحة خلال السنوات المقبلة باستقطاب واستيعاب هذول الناس؟ توافر الشواغر والشواغر التي يتم إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف، وهذا أمر مرتبط أيضا بالموازنة العامة، لكن كما أسلفت إحنا عينا 90 وعينا 90 بالعام الدراسي الحالي، وأيضا يتوقع أن يتم تعيين ما بين 90 إلى 100 معلم من خريجي التربية الخاصة للعام الدراسي القادم 2019-2020. وبالتزامن مع ما تفضل في عطوفة الدكتور عاهد بأنه إحنا بسياسة وزارة التعليم العالي مع الجامعات لنصل إلى درجة وصلنا فيها بالاكتفاء، إذا نجمد فتح مثل هذه التخصصات. هذه هي الخطة الحكيمة. بدي أشكركم جزيل الشكر.